بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نبوات باكر يوم الأربعاء من الأسبوع السابع من الصوم المقدس من أمثال سليمان الحكيم بركاته علينا آمين. شفت الصديق تقطران نعمة، أما أفواه المنافقين فملتوية. موازين الغش مرزولة أمام الرب والوزن مرضاته. حيثما توجد الكبرياء فهناك الهوان، وفم المتواضعين يتلو الحكمة. جمال المستقيمين يرشدهم، وتعرقل الملتويين يستأصلهم. لا تنفع الأموال في يوم الغضب، أما البر فينجي من الموت. إذا مات الصديق يترك آسفا، وبهلاك المنافقين يكون فرحا. البر يقوم طريقا بلا عيب، وبعدم مشورة يهلك الأشرار. إذا مات الصديق لا يهلك رجاؤه، وفخر المنافقين يضمحل. الصديق يفلت من الفخر، والخاطئ يسلم عوضه. بأفواه المنافقين ينصب فخا لسكان المدينة، ومعرفة الأبرار طريقها صالح. بصلاح الأبرار تعتز المدينة، وبهلاك المنافقين تفرح. ببركة المستقيمين يعلو شأن المدينة، وبأفواه المنافقين تنقلب. المحتقر الناس هو ناقص الفهم، والرجل العاقل يكون صامتا. رجل الوشاية يفشي السر بين الجماعة، والأمين الروح يكتم الأمور. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد وإلى أبد الآباد كلها آمين. من سفر أشعياء النبي بركاته علينا آمين. نادي بقوة بصوت عالي، لا تشفق، ارفع صوتك مثل البوق، وأخبر شعبي بخطاياهم وبيت يعقوب بآثامهم. وإياي يطلبون يوما فيوما، وتشتهون معرفة طرقي كشعب يصنع البر ولا يهمل قضاء الله إلهي. يسألونني الآن عن أحكام البر، ويصرون بالتقرب إلى الله قائلين: لماذا صمنا ولم تنظر؟ ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ. ها إنكم في أيام صومكم توجدون مسرة، وبكل أشغالكم تسخرون. ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون، ولتضربوا بعضكم بعضا ظلما. لماذا تصومون كاليوم لتسمعوا أصواتكم في العلا؟ أمثل هذا يكون صوم اختاره؟ يوما يذلل فيه الإنسان نفسه، يحني كالأسلة رأسه، ويفرش تحته مسحا مرمضا. هل تسمي هذا صوما مقبولا؟ هل هذا هو الصوم الذي اخترته؟ يقول الرب. لكن حل قيود الشر، وفك ربط النير، وإطلاق المسحوقين أحرارا، وقطع كل نير. أليس هو أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل البائس والمطرودين بيتك؟ وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك. حينئذ ينفجر كالصبح نورك، وتنبت عافيتك سريعا، ويسير برك أمامك، ومجد الرب يجمع شملك. حينئذ تدعو الله فيجيب، وتستغيث فيقول: ها أنا ذا. إن نزعت عنك النير والإشارة بالإصبع والنطق بالباطل، إذا أنفقت خبزك للجائع من كل نفسك، وأشبعت النفس الذليلة، يشرق نورك في الظلمة، ويكون ظلامك الدامس كالزهر، ويكون إلهك معك في كل حين، وتشبع كما تشتهي نفسك، ويقوي عظامك فتكون كالجنة رؤيا، وكنبع مياه لا ينقطع. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد.
وإلى أبد الآباد كلها آمين. من سفر أيوب الصديق بركاته علينا آمين. فأجاب الرب وقال لأيوب: أتقضي قضاء لموبخك أم المحاج الله يجاوبه؟ فأجاب أيوب الرب وقال: ها أنا حقير، من أنا حتى أجاوبك؟ أضع يدي على فمي. تكلمت مرة وفي المرة الثانية لا أزيد. فأجاب الرب وقال لأيوب من السحاب: شد الآن وسطك مثل الجبار، وأسألك فتخبرني، ألعلك تناقض حكمي؟ أتستذنبني لتبرر نفسك؟ أتذكر أني صنعت لك رحمة هكذا حتى تظهر أنك بار؟ هل ذراعك قوية تجاه الرب أو ترعد مثله؟ خذ لك سلاحا وقوة، البس المجد والكرام، ارسل الملائكة بغضب، ذل المتكبرين جميعا، ويسحق المتعظمين والمنافقين، واريهم بغتة، ولينكسروا معا في الأرض، املأ وجوههم خجلا، وليمطروا في التراب معا. وأنا أيضا أعترف لك أن يمينك تخلصك، ولكن هو ذا عندك وحش، بهيموث فرس البحر، يأكل العشب مثل البقر. ها هي قوته في متنيه وشدته في عضل بطنه، يحفظ ذنبه كأرزه، وعرقه مفتول، عروقه مفتولة، وأضلاعه أضلاع نحاس، ظهره حديد ممطول. هو أول أعمال الرب، تهزأ به الملائكة، صعد إلى جبل عال ففرح بذوات الأربع، تحت الظلال ينام في ستر القصب والحلفاء، تظلله الظلال بظلها، يحوط به صفصاف الوادي. إذا طفت عليه مياه كثيرة النهر فلا يحفر، يطمئن ولو اندفق الأردن في فمه. أتصطاد ليوثان التنين أو تضغط لسانه بحبل؟ أتضعه أسلة في خصمه أم تسكب فكه بخزامة؟ أيكثر التضرعات إليك أم يتكلم معك باللين؟ هل يقطع معك عهدا فتتخذه عبدا مؤبدا؟ أتلعب معه كالعصفورة أو تربطه في يد طفل؟ أتعال به الجماعات أو يقتسموه أمم الفينيقيين؟ الذي لو اجتمعت كل السفن ما استطاعت أن تحمل قطعة من ذنبه، ورأسه لم تحملها سفن الصيادين. هل تضع يدك على رأسه وتذكر القتال الكائن فيه أم تنظره؟ أفلا تتعجب مما أقوله؟ ألا تخف لأنني أعددته لي؟ من يقاومني أو من يقف أمامي ويثبت؟ ها أن كل شيء تحت السماء هو لي، لا أسكت عن وصفه، وبقوة الكلام يقصر عن تشبيهه. من يكشف وجه لباسه؟ ومن يدخل جوف فمه؟ من يفتح مصراعي وجهه؟ دائرة لسانه، أسنانه مرعبة، جوفه أفاعي نحاس، وأعضاؤه كأحجار المها الزمرد، الواحد متلاصق للآخر، والريح لا تمر بينهما، كل منها ملتصق بصاحبه، مجتمعين لا يفترقان من الفزع. عطساته مملوءة نارا، وعيناه كهدب الصبح، يخرج من فيه مشاعل مملوءة نار، ومن منخريه ينبعث دخان أتون مملوء جمر نار، نفسه يضرم الجمر، ومن فيه يخرج لهيبه، في عنقه تبيت القوة، وأمامه يعدو الهول، مطاوي لحمه متلاصقة مسبوكة عليه، لا تتحرك، قلبه صلب كالحجر وقاسي كالرحى، عند نهوضه
تفزع الوحوش وذوات الأربع تتيه على الأرض. إذا طعن برمح لا يتأثر ولا بمزراق ولا بدرع. يحسب الحديد كالتبن والنحاس كالعود النخر. لا يستفزه صاحب القوس، وحجارة المقلاع عنده كالعصافة. يحسب المقمع كالعصافة، ويضحك على اهتزاز الرمح المتقد نارا. فراشه قطع خزف حادة، كل ذهب البحر تحته كالحجارة بلا عدد. يجعل العمق يغلي كالقدر، ويجعل البحر مثل قدر الطيب. يحسب اللج متشيخا، وقاع البحر مسلكه، ليس له في الأرض نظير. وقد جبل لتهزأ به الملائكة. يشرف على متعال على كل متعال، وهو ملك على جميع ما في المياه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد وإلى أبد الآباد كلها آمين.